السلام عليكم مدرب المهارات معاذ الشحمة. شو هو عنوان الفيديو؟ نود جي اس. شو هي تقنية النود جي اس؟ عن شو راح نتكلم خلال هذا الفيديو؟ شو فائدة النود جي اس؟ وليش سطع نجمه مقارنة بتقنيات ثانية شبيهة مثل البي اتش بي وغيره؟ طبعا تكلمنا سابقا بتقنيات الويب بشكل مفصل بشكل كبير جدا بقوام التشغيل، سواء لل HTML CSS الجافا سكريبت حتى البي اتش بي، كلها موجودة قوائم تشغيل تقدر ترجع لها مشروحها بشكل مفصل. شو هو النود جي اس وليش مشهور اليوم النود جي اس بتقنيات الويب؟ أعطيك مثال والمثال بيوضح الفكرة. مثلا أنا عندي 3 مستخدمين عم يطلبوا ريكوست من خادم أو سيرفر. السيرفر هذا بجيب البيانات من قواعد البيانات وبرجع الاستجابة للمستخدمين. المشكلة اللي ظهرت بالبي اتش بي وغيره من اللغات البرمجة الباك اند انه ما في اسينكرونس بروجرامينج، اللي هي البرمجة الغير تزامنية. بمعنى اخر انه يعني مثلا المستخدم الاول طلب معلومات معينة او ريكوست من السيرفر، السيرفر اخذ هاي الاستجابة وداها للباك اند او قواعد البيانات، جاب البيانات من قواعد البيانات ورجعها للمستخدم الأول. المستخدم الثاني طلب نفس الوقت مع المستخدم الأول، السيرفر ما بيقدر يرجع له البيانات لحتى يخلص من اليوزر الأول. هي هاي المشكلة اللي ظهرت بلغات البرمجة اللي مش تزامنية. المشكلة انحلت مع النود جي اس. شلون؟ انت ما عاد محتاج انك تستنى الاستجابة من السيرفر، السيرفر شغال طول الوقت اللي بيقولوا له الريال تايم. اليوم نود جي اس بتستخدمها اقوى الشركات بمجال التقنيه مثل فيسبوك، مايكروسوفت وكثير شركات تقنيه متطوره. الميزه اللي فرقت انه صار في عندي ريال تايم ريسبونس، اللي هي مثلا بيستخدموها الفيسبوك بالشاتنج المسجنج، وهو عم يكتب الشخص الثاني بيطلع عندك انه الشخص الثاني عم يكتب، يعني لاحظ سرعه الريسبونس. فمع النود جي اس ما في داعي انت المستخدم الثاني، احنا مثلا عندي 3 مستخدمين، المستخدم الثاني بيستنى استجابة المستخدم الاول ليخلص. افرض عندك مثلا مليون مستخدم مثل حالة الفيسبوك، اكثر من مليون، 20 مليون، مليار مستخدم بنفس الزمن بيبعثوا ريكويست للسيرفر، فتخيل قديش بده يستنى المستخدم لحتى توصلوا للاستجابة. فمشكلة كانت. المشكلة انحلت بالنود جي اس. شلون؟ عن طريق انه المستخدم الاول والثاني والثالث بيرسلوا بنفس الوقت مثلا للسيرفر ريكوست. السيرفر شو بيعمل؟ بوديها للداتابيز وبيرجع بجيب من المستخدم الثاني مثلا الرابع والخامس والسادس، بجيب الريكوست ببعثها للسيرفر، برجع مرة ثانية بشوف بس وصلوا الاستجابة. السيرفر شو بيكون عم بيسوي؟ الداتابيز او القواعد البيانات عم بتحضر كل شيء طلبات مرة واحدة وبتبعثها للسيرفر. السيرفر شو بيعمل؟ بيجيب الريسبونس تبع القواعد البيانات كلها مرة واحدة وبيعطيها للمستخدم الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس مرة واحدة. فهذا الشيء فرق بعملية الريال تايم الريسبونس اللي هي الاستجابة اللي اللحظية، والاسينكرونس بروجرامينج تقنيات البرمجة الغير تزامنية. طيب من وين بنبدأ بنحمل موضوع النود جي اس؟ يعني مثلا يعني بي اتش بي مثلا لغات البرمجة الباك اند الاي اس بي دوت نت فيها كثير طبعا ميزات، وانما النود جي اس فرق بهذا الموضوع انه الريال تايم. طبعا كل لغة برمجة لها ميزات ولها فوائد حسب اللغة اللي انت بتبرمج فيها. طبعا بدك تفهم البي اتش بي طرحنا فيه دورة كاملة بقوائم التشغيل تقدر ترجع لها. النود جي اس اذا بدنا نحمله هذا الموقع الرسمي للنود جي اس nodejs.org، طبعا التحميل بسيط جدا، بتحمل الريبوزيتوري
تبعهم الباكج عن طريق الموقع، هو بيعرف السيستم اللي انت فيه ويندوز او ماكنتوش. بدك تعرف اكثر عن النود جي اس، طبعا في كثير مواضيع معلومات، لينكس ماكنتوش ويندوز، دوكيومنتيشن كمان موجودة بموقع النود جي اس، في عليه سكيورتي كمان وموضوع برمجة جميلة. في عندي بالنود جي اس موضوع اللي هو الريبل، اللي بيقولوا له الريبل او ريد ايفالويت برنت لوب، اللي هو هون مثلا اذا فتحنا اونلاين كومبايلر للنود جي اس ممكن يعمل لنا، في كثير طبعا اونلاين كومبايلر مثل ريبل ات وفي غيره كثير، تكتب بس نود جي اس اونلاين كومبايلر على جوجل بيعطيك كثير مترجمات او منفذات للنود جي اس. الريبل شو المقصود فيها بالنود جي اس؟ اللي هي ريد بيقرا المعلومات بعدين ايفالويت بيقارنها او بيعملها ايفالويشن، مثلا اذا قلنا له هون اكس بيساوي 5 قلنا له رن، ملاحظة هون انه اضغط على كنترول سي مشان يعمل ريبل للانتر. تمام، هون صار عندي تيرمينال او مثل الكومبايلر من هون، مثلا اذا قلنا له اكس بيساوي 5 لاحظوا انه طبع لي 5. شو عمل هون بهاي الحالة؟ عمل قرأ ريد بعدين عمل ايفالويت بعدين برنت وعمل لوب. يعني هاي الميزات اللوب بقدر يعملها، يعني مثلا فاليو اكس بيساوي 5 انتر. هون شو عمل؟ بيقول لي هون انت عرفت القيمة، عملت ايفالويت، فما في داعي تعمل الايفاليويت. بينما مثلا قلت له في عندي اللوب كمان بالنود جي اس، يعني مثلا اذا قلت له فور او دو انتر، شايف بتابع معك بالكومبايلر ما بيطلع من ال مثلا دو وايل، مثلا ال مثلا الاكس بيساوي 5 يتابع معك، لاحظ لانه ما سكرنا اللوب. اكس مثلا نحن معرفين الاكس هي 5 قبل، اكس مثلا ناقص ناقص او خلينا نطلع من اللوب معلش، وايل طبعا طلع لانه الوايل فيها غلط. مثلا بنرجع بنكتب له دو مثلا الانتر الاكس ناقص ناقص، تمام انتر، بنقول له برنت مثلا الاكس بعدين بنسكر له الوايل لوب وايل. لما الاكس اكبر من الصفر مثلا، يعني بس يوصل للصفر بوقف اللوب انتر. مثلا شايف هون عندي قال لي انه البرنت مش ديفايند، تمام
هون انت يعني عمل انه شايف انه عم ياخذ معك لوب، يعني تقدر تكتب اكثر من سطر بالترمينال داخل اللوب. يعني هون الريبل هذا اللي بيستخدمه النوت جي اس، بمعنى انه بيقرا البيانات. اول شيء في عندك قراءه، في عندك اللي هو مثلا اكس تساوي 3، قرا البيانات من الترمينال وعملها ايفالويت، بعدين طبعها برنت. واللوب بتقدر تعمل لوب يعني اكثر من سطر بالترمينال بتتابع فيه. هاي موضوع الريبل. طبعا مثل ما قلنا انه النود جي اس هو عبارة عن جافا سكريبت، يعني اذا عند انت فهمان الجافا سكريبت موضوع النود جي اس فاميليار. الكونسول لوج كمان للطباعة، يعني بنقدر نكتب هون، خلينا نعيد هذا الامر مرة ثانية. دو طبعا ما في برنت، في اسمه كونسول لوج بالترمينال. خلينا نقول مثلا اكس ناقص ناقص انتر، خلينا نقول كونسول لوج، كونسول دوت لوج. طبعا هذا موضوع جافا سكريبت اللي هو الكونسول لوج. الاكس مثلا نقول له انتر، بنسكر الوايل لوب ونقول له وايل، مثلا سكرناها للوايل لوب، قلنا له لما الاكس اكبر من الصفر اعيد اللوب، اذا لا خلاص اطلع من اللوب التكرار. انتر. هون شو عمل؟ بيقول لي هون عفوا القوس، لازم تكون قوس الوايل لوب. دو الاكس ناقص ناقص انتر كونسول لوج لوب، كونسول لوج الاكس انتر اللي هي هون القوس تبع الوايل لوب. وايل هون الشرط اللي بيطلع من اللوب انه اكس اكبر من صفر، سكرنا الشرط. نتأكد معلش منه. دو عندي الاكس بالترمينال هي 3، المفروض الان بيطبع لي الاكس بنقص القيمة تبع الاكس، لما يوصل للصفر بيطلع من اللوب انتر. هون اذا الامور تمام، طبع لي 2 3 2 1 0. ليش؟ لانه بلش 3، 3 نقص منها 1 صارت 2، طبع 2 ولف مرة ثانية، 2 نقص منها 1 صارت 1 وهكذا. اذا شايف تقدر تعمل لوب خلال النود جي اس وامر الطباعة. في عندي كمان موضوع اللي هو اللي يساوي يساوي والثلاث يساويات بالنود جي اس. عندي اللي يساوي يساوي بتقارن داتا مع داتا، يعني مثلا 3 تساوي 3 راح يعطيك صحيح، او مثلا عندي هون 3 بيساوي 3 بالسترينج راح يعطيك صح. ليش؟ لانه بيقارن قيمة مع قيمة. بينما اذا قلنا له ثلاث يساويات عفوا، هون خلينا نرجع، بينما اذا عملت له ثلاث يساويات فراح يقارن البيانات مع نوع المتغير، مثلا انتجر سترينج وهكذا. في عندي موضوع الذس كمان. الذس نفس الجافا سكريبت تماما، يعني راجع دورة الجافا سكريبت، هاي المواضيع كلها بتكون واضحة بالنسبة لك. الذس في عندي ذس لوكال وجلوبال جوا الفانكشن او خارج الفانكشن. في عندي موضوع الموديول والاكسبورت خاصة الجيسون بيستخدمه. في عندي كلمة الريكوير، ريكوير راح نستخدمها كثير بالنود جي اس اللي هي بتستدعي الباكجات تبع النود جي اس. طبعا داخل هدول القوسين بتستدعي اسم المكتبة اللي بدك او اسم الباكج، حتى انت ممكن تعمل موديول
بتعمل له اكسبورت وبتعمل له ريكوير، بعدين بتجيبه موديول دوت اكسبورت. طبعا بتقدر تعمل هذا الموضوع بكل بساطة، الموديول شيرنج ومشاركة الموديولات. في عندي كمان الكول باك مع الفايل سيستم، بيعمل مثل بلوكينج اللي قلنا عليها. هاي الميزة تبع النود جي اس، انه في عندي شيء اسمه اسينكرونس بروجرامينج، يعني ممكن اكثر من ريكوست يتموا بنفس اللحظة والاستجابة تبعهم تكون بنفس اللحظة. في عندي كمان الجيسون ريسبونس ريكوير اتش تي تي بي اللي هو للسيرفرات. اتش تي تي بي هاي المكتبة بنستخدمها كثير بالمواقع، اللي هي بتجيب مثلا بتعمل كرييت سيرفر، مثلا بتعمل اتصال مع السيرفر كرييت سيرفر، وفي كثير اوامر ريد كويري سترينج، ريد بوست داتا مثلا. كل الامور هاي بتقدر تعملها بالنود جي اس. في عندي كمان الايفنت لوب والايفنت ايميتر، اللي هو مثلا سميت ايفنت مثلا وتقول له ايميت. طبعا في كثير اوامر يعني مختصر جدا، اذا انت فاميليير مع الجافا سكريبت موضوع النود جي اس بسيط للتعلم وسريع، سهل جدا للتعلم. في عندي مثلا اذا بدك تعمل انسيرت داتا سيلكت داتا، موضوع السي كيو ال طرحنا فيه دوره كامله بقوائم التشغيل، بتقدر ترجع لها. ستراكشرد كويري لانجوج، قواعد البيانات العلائقيه او الريليشنال. في عندي السي كيو ال سيرفر، اذا بدك تربط بالسي كيو ال سيرفر بتحمل مايكروسوفت سي كيو ال سيرفر. ايضا في عندي التيديوس بالريكوست والتايبز، في عندي موضوع التيديوس كمان، هاي مكتبة مهمة جدا بالنود جي اس. اكزيكيوت سكيو ال او بتنفذ سكيو ال مثلا اذا بدك تربط بقواعد البيانات، اكزيك سكيو ال تقدر تنفذ الكويري سيلكت كرود كرييت ريد ابديت ديليت. وايضا كمان عندي اللي هو اليونت تيست موجودة بالنود جي اس، هدول مكتبات مهمة جدا وعملت فرق بالنود جي اس، ميزته عن باقي لغات البرمجة اللي هي الاسيرت. الاسيرت مشان تفهم موضوع الاسيرت اللي هو بال مثلا عندي بدي اعمل يونت تيست او فحص للكود هل هو في مشاكل او لا، بنعمل موضوع الاسيرت. الاسيرت بمعنى انه بشيك لي هل النتيجة صحيحة، يعني مثلا قلت له 3 او مثلا 5 ضرب 2 هو راح يكون قديش 10. تمام، انا بشيك له على النتيجة الريزولت يعني مثلا خليني ارجع هون بقول له الريزولت هي 5 ضرب 2. بعدين شو بعمل؟ بشيك له تحت بالاسيرت بقول له هل الريزولت بتساوي 10. فهون طبعا راح يقول لي انه مظبوط الشغل، فراح يتابع معي بدون ايرور. بينما لو كان في غلط بالموضوع راح يعطيني انه مثلا لو كان انا عندي النتيجة مثلا بدي اياها 9، هو طبعا مش 9، 5 ضرب 2 راح يكون 10 مثلا. لو قلت له 9 راح يكون هون تشيك على النتيجة غلط، معناته في مشكلة عندي بالكود. الاسيرت هاي بتكشف لي الاخطاء اللي هي اليونت تيست. كمان في عندي موضوع تصميم النوافذ الاكسبريس. الاكسبريس بالنود جي اس ايضا مكتبة الاكسبريس جي اس مهمة جدا بالنود جي اس. وبالام بي ام بشكل عام، هذا الريفرنس تبع الاي بي اي، بتقدر ترجع له من موقع الاكسبريس نفسه. شو فكرة الاكسبريس ام في سي؟ طبعا اذا مبرمج انت لارافيل مثلا او لغات البي اتش بي مثلا او اي لغة برمجة، بالديزاين باترن
في عندي شيء اسمه الام في سي موديل فيو كنترولر. هذا الشيء موضوع بالاكسبريس موجود، اللي هو الموديل فيو كنترولر. طبعا راح يكون عندك لما تعمل ام بي ام اكسبريس انستول بالنود جي اس، راح يحمل لك ملفات المشروع اللي هي بتشمل البن. البن هي امور السيرفر، بتتصل بالسيرفر، البورت تبع السيرفر. يعني مثلا عندي اكسبريس دوت كوم شرطة، هذا المنفذ تبع السيرفر. في عندي كمان الملف الفيوز اللي هي صفحات الموقع مثلا او المشروع، المودلز اللي هي الشيء اللي بيتعلق بقواعد البيانات، البوبليك اللي هي تنسيق مثلا السي اس اس الجافا سكريبت الاتش تي ام ال، والراوتس اللي هي بتجيب لي هاي الامور. في عندي شيء اسمه الامبيدد جافا سكريبت او الاي جي اس، ايضا بالنود جي اس. موضوع الاي جي اس كمان مهم، اللي هو اي جي اس امبيدد جافا سكريبت، اللي هو هاد. شو هو الامبيدد جافا سكريبت؟ طبعا اذا كتبت له هون انا عندي بكود النود جي اس بصفحة ال HTML، عندي هون كتبت له بالنسبة المئوية. هيك احنا لما نستدعي الاكسبريس او الامبيدد جافا سكريبت، مثل ما قلنا هو النود جي اس هو جافا سكريبت، لغة البرمجة تبعه جافا سكريبت. فبالتالي اذا مثلا بدي اضمن قيمة من الراوتس مثلا، بحطه بين القوس هذا، بعدين بالمية، وبسكر بالمية جوا، بحط له يساوي. اليساوي هاي بتجيب لي البيانات من الراوتس، مثلا بعث قيمة بال HTTP بالهيدر. طبعا كل هاي المواضيع بدك تفهمها بشكل اكثر متعمق، ارجع لدورات ال HTML ال CSS ال JavaScript ال PHP، موجودة كلها بقوائم التشغيل بتفهمك اكثر موضوع ال HTTP. عندي مثلا اذا بدي ابعث قيمة بال HTTP مثلا تايتل او اي قيمة، بحط قبلها اليساوي، يعني هاي للفاريبل، تمام. بينما لو بدي اكتب مثلا كود جافا سكريبت طبيعي بصفحات الفيو، بحط بين النسبة المئوية بس بدون يساوي. الفرق بين الفاريبل وبين الكود انه في يساوي وفي بدون يساوي. مثلا بشيل اليساوي هاي، فبينكتب عندي جافا سكريبت كود عادي، مثلا فور لوب، فور مثلا اي شيء، var مثلا x بيساوي صفر، x مثلا اصغر من 10 مثلا، x زائد زائد، بعدين بفتح القوس مثلا، يعني نفس العملية هاي. تحت مثلا بكتب انه بسكر القوس، مثلا هيك بسكر القوس، وهون بكتب كود HTML عادي، يعني ما في اي مشاكل. مثلا باراجراف وبسكر الباراجراف، وبكتب هون كود يعني اي تكست عادي باراجراف. هذا الباراجراف راح يكرره عندي 10 مرات. طبعا هذا الموضوع بنستخدمه بالفيوز. طبعا في عندي كمان بالإمبيدد جافا سكريبت اللي هو النيو بيج والماستر بيج، موضوع الانكلود ايضا، اللي هو الانكلود يعني داخل الدول، بحط له انكلود. جافا سكريبت نظامي، يعني ما في اي شيء جديد عن الجافا سكريبت. الانكلود، وبسمي الصفحة تبعيه الراوت اسمها. يعني كمان في عندي لاحقة ملفات الامبيدد جافا سكريبت بتكون على هذا الشكل، يعني عندي مثلا فايل نيم بتكون لاحقته اي جي اس، بينما الملفات تبع النود جي اس بتكون جافا سكريبت عادي، يعني جي اس هيك بتكون. بينما الامبيدد جافا سكريبت اللي بنستخدم فيها الاكسبريس بتكون اي جي اس امبيدد جافا سكريبت. ايضا عندي موضوع السوكت اي او اللي هو تكلمنا عنه الريال تايم، بستخدمه بالفيسبوك مثلا
للشاتنج سوكت اي او مشهورة جدا هاي الباكج بالنود جي اس. سوكت اي او ايضا مهمة بموضوع النود جي اس. شايف عندي هون الريال تايم شاتنج موضوع مهم بالسوكت اي او. شايف الشركات اللي مستخدمة السوكت اي او هي كلها بالسوكت اي او. ايضا في عندي الريسورسز تبع السوكت اي او. بيزك كرود بروجكت من السوكت اي او تدوز تكتب. شايف بمجرد انك تكتب الاماكن الثانية كلها ريال تايم يعني مباشرة بيطلع عندك النتائج. فهذا النقلة اللي عملتها النود جي اس موضوع الريال تايم. شايف عندي هون واحد بيكتب هون بهذا المتصفح فورا بيظهر عندي بكل الامور الثانية. تمام. فهذا القفز اللي عملتها النود جي اس بموضوع المودرن باك اند. دوكيومنتيشن طبعا للسوكت اي او مهمة جدا بالنود جي اس. تعمل له ويب سوكت تفتح السوكت اون اوبن سند. طبعا يعني بيستخدموه اكثر شيء بالشاتنج مثلا الريال تايم شاتنج مفيدة جدا اللي هي السوكت اي او. هاي الميزات تبع السوكت اي او البفرنج. التستنج كمان بيختبر لك السوكت اي او. شلون بتعمل موضوع السوكت اي او. واكثر شيء بيعتمد على الجسون الاي بي اي جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن. كمان تكلمنا عنه بالفيديوهات السابقة موضوع الجافا سكريبت. طبعا في عندي بالسوكت اي او اللي هو الريال تايم مثل ما ذكرنا مهمة بموضوع النود جي اس. في عندي اذا بدك شيء بروفيشنال يعني تكتب كود النود جي اس في كومبايلرات كثير اي دي اي انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت اي دي اي. طبعا اذا بتبحث بالتطوير المتكامله اذا بتبحث بالويب في كثير كومبايلرات. يعني مثلا عندي موضوع اللي هو الويب ستورم طبعا باجهزه الماك. ويب ستورم ممتاز جدا بالكود الويب ستورم. في عندي الجيت برينز هم من نفس الشركه. الانتلجي كمان الانتلجي اي دي اي ممتاز بالكود. طبعا هاي الكود يعني للبروفيشنال الشيء المتقدم بالموضوع. شايف عندك بيدعم النود جي اس اللي هو الويب ستورم يعني بيسهل عليك كثير الاي دي اي بموضوع الكود. تمام. في كمان اللي هو الانتليجي بالنود جي اس ممكن تكتب فيه كود بروفيشنال. واذا بدك تسهل كمان عليك يعني بموضوع النود جي اس في عندي الجيكويري استيرادها كمان بسيط جدا اللي هو الجيكويري. الجيكويري كمان مكتبة ممتازة للجافا سكريبت يعني بتبسط عليك الجافا سكريبت موضوع الكود تبع الجافا سكريبت. بس بمجرد انك تستدعيها بالسي دي ان للجيكويري بتسهل عليك موضوع كتابة الجافا سكريبت والامور الكود بالجافا سكريبت. اذا هيك تكلمنا نحن عن النود جي اس وليش يعني طلعت الطفرة هاي بموضوع الباك اند تبع الويب سايت والسيرفرات. يعني تخيل انت عندك مثلا مثل ما ذكرنا عندك مثلا مليون ريكوست بنفس الثانية على السيرفر
تخيل الهيدك بموضوع الريسبونس والاداء تبع السيرفر، بينما انت مثلا رقم 10,000 يستنى 10,000 ريكويست قبله، هذول تموا كلهم بنفس الثانية بنفس اللحظة ريال تايم، بينما انت هذول 10,000 بنفس اللحظة الريسبونس والريكويست تبعهم عم بتتم بنفس اللحظة. فتخيل الفرق وكمية الوقت واستهلاك السيرفر اللي موجودة بالموضوع، بينما انت يكون عندك سيرفر مريح 10,000 مرة لحتى يوصل للشخص 10,000، بينما انت وهو شغال السيرفر معك طول الوقت ما بيريحش معك. فهاي فرقية النود جي اس. اذا تكلمنا عن النود جي اس ليش فرق عن البي اتش بي، وليش فرق عن اللغات الباك اند الثانية، اهمية الريال تايم بموضوع النود جي اس اللي هو بيستخدمه اقوى الشركات اليوم بالبرمجة وبالتقنية بشكل عام مثل الفيسبوك شاتنج، المايكروسوفت، شركات ثانية كثير تستخدم النود جي اس بالويب باك اند. ذكرنا كومبايلرات او اي دي اي ممكن تسهل عليك موضوع النود جي اس، ذكرنا الريبل، موضوع الريبل بالنود جي اس اللي هو ريد ايفال برنت لوب، ايضا ذكرنا انه الجافا سكريبت في عندي يساوي يساوي ثلاث يساويات داتا تايب والداتا، مقارنة بينه الموديول اكسبورت والريكوير كلمة ضرورية، في عندي كمان ذكرنا الجيسون والجافا سكريبت اللي ضروري انه تكون فهمان فيها بموضوع النود جي اس، وايضا ذكرنا اللي هو التيديوس مشان تعمل كويري او سكيو ال، وايضا عندي ذكرنا موضوع الريكوست والتايب اوف تايبز والاكسكيوت اس كيو ال، موضوع الكرود الكريت ابديت ديليت ريد، وذكرنا الاسيت مشان اليونت تيست تعمل اختبار، في عندي الانكريبشن كمان اللي هو كريبتو، في عندي باكج اسمها كريبتو بالنود جي اس فيها طبعا تشفير متقدم جدا بالباك اند اللي هي الكريبتو، كمان في عندي تصميم النوافذ الاكسبريس اللي هي بتستخدم الام في سي الديزاين باترن الام في سي موديل فيو كنترولر، ذكرنا كمان موضوع الامبيدد جافا سكريبت اي جي اس وشو الفرق بين لما تجيب فاليو مثلا بين بالنسبه المئويه تفتح القوس بتسكر القوس بالمئة يساوي مشان الفاليو، بدون اليساوي بتكتب كود الجافا سكريبت الطبيعي، كمان ذكرنا اللي هو بالامبيدد جافا سكريبت موضوع النيو بيج صفحه جديده والماستر بيج اللي بتعملها انكلود، ذكرنا ايضا كمان موضوع السوكت اي او مشان الريال تايم، وذكرنا الجكويري بيسهل عليك بالجافا سكريبت الكود. اذا هاي كانت شو هو النود جي اس وشو فائدته وليش فرق معنا بالبرمجة مواقع الويب الباك اند. تحياتي مهندس معاذ الشحمي مدرب المهارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.